فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ولدي عمره 17 سنة، وهذا اليوم قد مد يده علي وضربني وتلفظ بألفاظ بذيئة، يقول: بسبب أني لم أجدد له اشتراك الإنترنت، علما يقول بسبب أني لم أجدد له اشتراك الإنترنت، يقول: أنا بار جدا بوالدي ولم أرفع صوتي عليهم، وقد حصل عقوق ابني هذا، يقول: ما سببه؟ وأرجو أن تدعو له بالهداية. هذه سفاهة منه، عليك بالصبر، عليك بالصبر عليه والرفق به وتعليمه، الله يصلحه، وادعو الله أن يصلحه. نعم.